فالتعامل مع هذه الأزمة الحقيقية التي هي بالفعل يعني نابعة من الجانب التركي، والجانب التركي يعني أضحك أو ضحك على الكثير من الأطراف في الآونة الأخيرة، بمعنى أن الجانب التركي ورجب طيب أردوغان كان يتكلم عن لابد من الالتفاف، وكان يتكلم مع الشرق الليبي والغرب الليبي والإخوان المسلمين، ولكن عندما أوجد المصلحة الحقيقية مع عبد الحميد الدبيبة في مقابل يعني ائتمانه أو مقابل الأمان هناك في غرب البلاد لعبد الحميد الدبيبة، يعني تمت هذه الاتفاقية أو هي ثلاثة اتفاقيات، أولها الطاقة ومن ثم الأمن ومن ثم الإعلام، هذه مهمة جدا. ولكن كما نعلم أن المشاكل التركية اليونانية هي من يعني عشرات السنين كثيرة جدا، وأقول لك على بعض المعلومات، يعني عندما أتذكر هذا التاريخ الذي قلت منذ قليل عام 2019 تركيا يعني أبرمت هذا الاتفاق بسبب التعاون الكبير والوطيد سواء بين إسرائيل ومصر وقبرص واليونان بخصوص النفط وبخصوص أيضا الغاز وهذه الأمور والثروات في الشرق أو البحر الأبيض المتوسط، هذه نقطة أيضا مهمة. ولكن كما نعلم أن الجانب المصري يدعم المؤسسات الليبية، يدعم فتح بشاغة، ولكن الأمر الآن أكبر بكثير من المؤسسات، أكبر بكثير من فتح بشاغة. فتح بشاغة الآن لن يعني ليس لديه من الأدوات ومن الأهداف ومن الأمور التي تؤهله، وموقفه ضعيف.